عناصر قوى الأمن تحاول قد ما فيها أن تضبط الوضع داخل المراكز، بينما وحدات الجيش تنتشر بكثافة خارج مراكز الاقتراع. المشهد العام هناك زحمة مندوبين، ولكن افتقاد صناديق الاقتراع للناخبين. يعني نحن قمنا بجولة على العديد من المدارس الرسمية في منطقة طرابلس، الغرف الأقلام فارغة، الصناديق يعني عم بيكون في كثافة مندوبين، ولكن عدد الناخبين، نسبة الناخبين متدنية جدا.